اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، نرحب بكم من جديد ونرحب كذلك بكل من انضم لمتابعتنا في هذه الدقائق. الحديث عن الجمعيه الخليجيه للغدد الصم والسكري، هذه الجمعيه التي انتخب ايضا رئيسا لها مؤخرا الدكتور علي بن سيف المعمري، وهو استشاري اول امراض السكري والغدد بقسم الامراض الباطنيه بمستشفى جامعه السلطان قابوس. دكتور اهلا وسهلا بك معنا في برنامج من هنا. مساء الخير اخ خالد، شكرا لك على الاستضافه، ونستهل المناسبه بتهنئه الجميع بمناسبه المولد النبوي الشريف، وفرصه لنا ان نلقي نبذه عن جمعيتنا، الجمعيه الخليجيه للغدد الصم والسكري. اهلا وسهلا بك دكتور، وبدايه ايضا نبارك لك انتخابك رئيسا لهذه الجمعيه، ومن الجيد ايضا نتعرف على الجمعيه من حيث التاسيس وايضا البرامج التي تقوم بها، خاصة في هذا المحور المهم أيضا عندما نتحدث عن الغدد الصماء أو كما أيضا تعرف الصم، وكذلك السكري بالتحديد. شكرا لك يا أخي طبعا، وشكرا على التهنئة، وهي فرصة أن نكون موجودين على المستوى الخليجي ونمثل البلد أيضا فيها على هذا المستوى، وسعيد بالثقة اللي حصلنا عليها من قبل الزملاء، فرصة أن نخدم. الجمعية الخليجية تأسست تحت هذا المسمى بالذات العام الماضي عام 2020، لكن هي جمعية موجودة ومشهرة مسبقا تحت اسم آخر منذ عام 2012 في ذات المجال، في ذلك فقد أسست وشرت تخدم نفس الموضوع نفس الأهداف. عام 2012 تأسست على أساس أنها تخدم الحالة اللي لها علاقة بالسكري والغدد الصماء، وتجمع الأطباء المتخصصين في دول الخليج العربي في هذا السياق. فكانت تحت مسمى فرع الجمعية الأمريكية للغدد الصم، وتسمى فرع الخليج ومقرها دبي. تأسست وبدأت تتمدد خلال الأعوام وتكتسب أعضاء جدد على مدى السنوات، وعملت طبعا الأهم محور لعمل الجمعية هي عمل مؤتمر سنوي يسمى الكونغرس. هذا المؤتمر السنوي ابتدى على مدى السنوات يزيد حتى وصل لأرقام كبيرة على مدى السنوات. وجينا إلى مسقط، إحنا هنا في عام 2019 وعملنا مؤتمر كبير، يمكن من أكبر المؤتمرات له علاقة بالسكري والغدد، حصلوا حوالي 1500 شخص ما شاء الله، وكان له حضور جيد وكان فاتحة خير أيضا على الجمعية أنها تنتشر. لكن كما تعلم جاءت جائحة كورونا ووقفت كل الأنشطة الفعلية العملية، وكنا إحنا متفقين مسبقا أن الرحلة المرحلة الثانية تكون في المملكة العربية السعودية، فتحولنا بكل شيء إلى الافتراضي إلى المؤتمرات، وعملنا مؤتمر افتراضي، وكان ننتظر أن عام 2021 تكون أفضل لكنها استمرت كما تعلم ذلك. فتحولنا أيضا عملنا المؤتمر الثاني الافتراضي، وبعد ذلك إن شاء الله سنكون في المملكة العربية السعودية العام المقبل. كما تعلم انه يعني للمعرفه لماذا تحولنا الى اسم الخليج الى كليه الخليج الى الجمعيه الخليجيه بدل كانت الجمعيه الامريكيه، الجمعيه الامريكيه الام قررت انها تتخلى عن افرعها المختلفه في كثير من انحاء العالم يعني، فكان قدامنا طريقين، واحد اننا نحل وواحد اننا نكمل تحت المسيره هذه، وخاصه قلنا كان لنا نجاح وكان لنا مركز معروف، اصبحنا وصلنا نستقطب ناس كثيرين عشان يكونوا معنا. فاتخذ القرار من قبل مجلس الاداره ان نستمر، غيرنا الاسم واعتمد في دبي من قبل هيئه الصحه العامه في دبي، وهي مؤسسه اجتماعيه جمعيه خيريه مسجله رسميا. طيب دكتور، نحن سنكمل الحديث عن الجمعيه وكثير من التفاصيل فيها وادوارها ايضا، لكن ايضا حابين نقترب ايضا من رئيسها الجديد المنتخب الدكتور طبعا علي المعمري، نقترب من تخصصك ايضا دكتور وتدرجك وصولا الى هذا المستوى ايضا في مستشفى جامعه السلطان قابوس والى هذا المنصب الجديد في الجمعيه. شكرا لك. انا طبعا اعمل في مستشفى جامعه السلطان قابوس منذ التخرج، انا تخرجت من جامعه القاهره وبعد ذلك عمل في مستشفى الجامعه طبيب امتياز ثم طبيب عام، ذهبت الى بعثه دراسيه الى المملكه المتحده، عملت التخصص والدكتوراه
في المملكة المتحدة في غلاسكو في بريطانيا، مستشفيات تابعة جامعة غلاسكو. ورجعت إلى عمان في العام 2004 وتدرجت في المناصب المختلفة كأخصائي أول، استشاري، ثم استشاري أول. أيضا كلفت بمهام إدارية، رئيس لوحدة الغدية والسكري في القسم نفسه. بعد ذلك عينت نائب لرئيس قسم الأمراض الباطنية، ثم رئيسا بالإنابة لمدة سنتين، ثم رئيسا لقسم الأمراض الباطنية. وبعد ذلك أنهيت مهمتي العام الماضي ورجعت كاستشاري أول مسؤول عن وحدة السكري والغدد الصماء في نفس القسم. أيضا كانت لنا مشاركات في تكوين الجمعية العمانية للسكري، نحن هنا في عمان، وكانت لنا يعني مشاركة لإشهار الجمعية، وقد اشهرت الحمد لله، وخدمت فيها كنائب لرئيس الجمعية لفترة محددة، وبعد ذلك خرجنا. وأيضا فقدمت نفسي للانتخابات في مش الآن في الحقيقة في العام 2017. الجمعية هذه مختلفة قليلا لأنها تعتمد على نظام الانتخاب الأمريكي في نظام الداخلي. أيوة، فأنت تسمع كلمة رئيس منتخب، هذا هو منصبي اللي حصلت عليه بعد الانتخابات، وبعد ذلك رئيس، وبعد ذلك رئيس سابق، هكذا الأمور على غرار الانتخابات الرئاسية الأمريكية. طيب دكتور، يعني مسيرة حافلة، أيضا من المهم أيضا نقترب من أمراض الغدد الصماء والسكري، واحدة من الأمراض التي يعني تهدد حياة كثيرين، خاصة في منطقتنا، منطقة الخليج العربي. مرض السكري، احنا الغدد بصورة عامة جزء منها السكري، لكن السكري هو الرقم واحد، المرض رقم واحد المعروف تقريبا في العالم، ولدينا احنا في الخليج. نحن كما تعلم دول الخليج العربية بصورة عامة من الدول العالية نسبة السكان الذين مسجلين عندهم سكري. عمان تقريبا حوالي 15%، وربما الرقم الفعلي أعلى من ذلك. لسبب انتشار هذا، يعني الجمعية جزء من عملها إنها تستطيع تجيب الخبرة العالمية، يعني نعمل مؤتمرات، نعمل منتديات، وعندنا دوات كثيرة بحيث إن نستطيع إن نبسط المسألة للطبيب. نحن مهم إن نوصل للطبيب اللي هو الرعاية الأولية، لطبيب العائلة الذي يستطيع أن هو يشوف المرضى في البداية، فنمنع يسموها تدرج المرض ومضاعفاته. أمراض الغدد منتشرة، موجودة لدينا كل أنواع الأمراض في الغدد حقيقة، ونسبة كبيرة من أمراض الغدد الدرقية كبيرة موجودة في البلد. مهمة جدا أن نعرف ما هو المرض نفسه، كيفية مراعاته، أيضا كيفية الاستجابة الطبية المباشرة، بحيث تحد من الأضرار. كما تعلم أنه معظم الأزمات القلبية، معظم المرضى على أجهزة الغسيل الكلوي، معظم بسبب أمراض السكري. هذه نقطة مهمة دكتور، موضوع المرض السكري، يعني 15% من نسبة السكان في السلطنة مصابين بمرض السكري، نسبة عالية لا أعلم مقارنة بالمعدلات العالمية، لكن برأيك ما هي الأسباب، وهل يعني كمختصين معنيين تم الوقوف على الأسباب؟ أسباب متعددة للسكري، يعني أسباب جزء منها جيني، جزء منها لها علاقة بالبيئة نفسها، لها علاقة بنمط الحياة، وهذا مهم جدا، بالتغذية نفسها، بالحركة نفسها. انتشاره في الخليج جاء أن احنا يعني جزء منه استخدام العادات اللي يسموها الغربية والأكل، الأكلات السريعة. الأكل أصلا في الخليج نفسه مشبع بالكربوهيدرات والدهون، يعني جزء من حياتنا الاجتماعية. أيضا حتى الوجبات التقليدية، الوجبات التقليدية، نعم الوجبات التقليدية، وجبتنا العمانية اللي هي دائما نروح لها الولائم، كلها عبارة عن كمية كبيرة من الكربوهيدرات. أيضا من الأشياء المهمة أنه قلة أن الناس صارت تأكل لكنها ما تتحرك، تستخدم السيارة، تستخدم مكيفة تكيفة، تجلس ساعات طويلة أمام الجهاز الكمبيوتر، فالحركة قلت، هذا كلها أدى إلى انتشار المرض. من الأشياء المهمة جدا إحنا ننشر الوعي أن الناس تعرف أنه تستطيع أن تحد في الحقيقة، تقلل الإصابة. كيف منها تتحرك أخي. بالحركة الدائمة المستمرة. يعني الحد الأدنى أنه الإنسان يستطيع أن يقضي 150 دقيقة في الأسبوع
متحرك يتحرك بحيث الدورة وإنما أقول حركة المحركة الدورة الدموية تتحرك ما معنى إنه يمشي متثاقل يمشي إنه يتحرك بحيث إنه يصير مثل ما يقولوا شير ستريس إنه حركة الأوعية الدموية تتحرك بعضها فتفرز مادة هذا لها توسع الأوعية الدموية تساعد على امتصاص كمية السكر من الدم نفسه فتحسن من الدورة من ومحاولة أيضا في أشياء كثيرة نحن أيضا لدينا أخي عشان نستغل الفرصة نجيب آخر المعطيات العلمية هذا شيء عملناه في مؤتمرنا الأخير بحيث أننا نستطيع أن نوفر للطبيب العائلة للطبيب عندما يجي مريض يستطيع يتصرف أيضا هنا في عمان أيضا شيء جيد أنه صار عندنا دليل استرشادي لعلاج مرض السكري من المهم جدا توفير للمريض القدرة على العلاج في البداية يسمى الاستباق العلاجي بحيث أنه لا تتحول حالة إلى حالة مزمنة وبعد ذلك ندخل في مشكلة بعد مشكلة هنا دكتور تتكلم عن العلاج الدوائي أتكلم عن العلاجين الاثنين شوف كل الدليل الاسترشادي الموجودة العالمية والمحلية تقول تغيير نمط الحياة كيف؟ إننا نتحرك وناكل أقل ناكل كميات ناكل خضروات أكثر نقل من كمية نشويات في نفس الوقت الدواء مهم أخي أيضا يعني لأنه في تأخير كثير في استخدام أيضا الأدوية لأنه الناس أيضا تخشى من الدواء وتخف الاثنين مع بعض يمشوا أخي دكتور هل شايف في تغير في مستوى الوعي؟ نعم مستوى الوعي للأفضل في عمان في الخليج على مستوى نعم وسائل التواصل أشياء كثيرة تغيرت والناس تخرج أكثر الآن تتحرك حقيقة أنا لما تخرج في مسقط تشوف الناس تمشي تروح على الشاطئ الناس تمشي في تحرك في حركة نتوقع الأمور تتحسن ويكون الأمور إلى الأفضل ومهمتنا هنا في الجمعية أيضا نستقصب الناس أنا أحب أتكلم عن جمعيتنا إنه جمعيتنا لديها في موقعها جزء للمجتمع وسائل إرشادية كيف إنها تستطيع تحسن من نمط الحياة عشان تخف هذه أيضا الوعي بالأمراض والأعراض بحيث الناس أيضا تطلب المساعدة مباشرة بدل ما تنتظر فترات طويلة طيب هل الجمعية أيضا جهود في مساعدة المؤسسات الصحية الرسمية مساعدة الحكومات في المنطقة على يعني إيجاد برامج وحلول لهذه الأمراض الجمعية نسبيا يعني حتى 2012 نتكلم احنا كملنا 10 سنة اقل من 9 سنوات حتى الان دخلت كثير في اشياء من البرامج المهمة التي تنشط لكن هي جمعية نسبيا صغيرة بالمقارنة بالمجتمع يعني نحن نقدم نصيحة نقدم احدث ما يمكن للمجتمع وللحكومات ايضا الموجودة بحيث انه نؤمن أنه إدخال مثلا الأشياء العلاجية الجديدة التي تحسن من أشياء له تأثير اقتصادي أفضل على المدى البعيد يعني بما معناه كل التوفيق لكم دكتور في مسيرتكم أيضا كرئيس للجمعية الخليجية للغدد الصماء رئيس منتخب تصر على المنتخب لأن هم هكذا لقب حتى الآن يعني بعد ذلك يتحول إلى رئيس نعم. شكرا جزيلا لك دكتور علي بن سيف المعمري استشاري أول أمراض السكري والغدد بقسم الأمراض الباطنية بمستشفى جامعة السلطان قم شكرا جزيلا لك أشكرك أخي خالد وأتمنى أن نكون أعطينا نبذة ولو بسيطة ونتمنى أن نجذب الناس الآخرين خاصة احنا من أطباء في مختلف السلطنة وأيضا القطاع الخاص يلعب دور كبير يعني الأطباء الموجودين نتمنى أن نجذبهم لجمعيتنا بحيث أننا نستطيع نعمل فائدة على الجميع ونتمنى أن يأتي مؤتمر قريب بإذن الله في مسقط العامرة أيضا شكرا جزيلا لك دكتور كل التحية ولزملائك أيضا إذا نتواصل في برنامج من عمان محطات عديدة ابقوا معنا